فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من إيطاليا يقول: بعض الناس عندنا يقولون إن الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لا إيش؟ يقول: بعض الناس عندنا يقولون إن الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لا إيش؟ لا يحبون. أي. لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرد عليهم؟ الأمر سهل، نرد عليهم بأن ما الدليل على أن الذي يحب النبي يتوسل به؟ الذي يحب النبي يتبعه، هذا هو المطلوب. أما أنه يتوسل به، وش الدليل؟ يجيبوا لنا دليل على هذا، إن من علامة محبة النبي التوسل به، يجيبوا لنا دليل على هذا. نعم.